إذا قال يا أيها الناس، الخطاب لجميع، للمسلمين ولغير المسلمين، يا أيها الناس، فهو توجيه للخلق جميعا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لماذا؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. جاء أيضا في آية في قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. في هذه الآيات يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، ثم قال الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذا رأيتم هذه الآية بداية في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس، فنجد الخطاب الذي وجهه الله في قوله ماذا؟ يا أيها الناس، ولم يقل يا أيها الذين آمنوا. إذا قال يا أيها الناس، الخطاب لجميع، للمسلمين ولغير المسلمين، يا أيها الناس، فهو توجيه للخلق جميعا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لماذا؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم بيّن الذي جعل، يعني الإنسان يتفكر، هذا شيء عقلي أيضا يوضح الله سبحانه وتعالى للعباد. الذي جعل لكم الأرض فراشا، تفكر في هذه الأرض، تفكر في ثباتها، تفكر في ما جعل الله فيها من خيرات، جعلها الله لك في هذه الحياة تعيش فيها. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، ثم قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الذي خلق هذه الأشياء هو الذي يستحق العبادة له سبحانه وتعالى. وقال المؤلف هنا ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وهو إفراد الله سبحانه بالعبادة.